هكذا تتواصل الانطلاقات وهكذا يتجدد اللقاء بحضراتكم مع تجدد أشواطنا. شوط ينتهي بأثاره وشوط ينطلق ليحمل كذلك حماس وتحدي آخر عبر شاشة دبي ريسنج في الإسيلي، ميدان المرموم وميدان دستور بالذات. انطلق هذا الشوط وهو الشوط السابع عشر في تعداد أشواطنا، في خاصة في أشواط الانتاج والمنتجين على أرضية هذا الميدان، خاص بالابكار. وانطلقت الامال مع المشاركين في تحقيق الفوز والناموس. نسير مع المراكز الاولى، نسير مع الانطلاق الاول، وهذه من تقود الابكار الظبي السالم بن طبازه بالدوده العامري، تتقدم على مقدمه الشوط. ولكن المنافسات والمحاولات قدم يا القمري، روح هناك مع المراكز الاولى. الله اللي غيرت في هذه اللحظات، اللي غيرت، يا سلام. هذه صمت، هذه صمت. وحمد بن علي بن محمد المزروعي تتقدم على المركز الأول، بينما المركز الثاني صبا تاتي في المركز الثاني لسلطان بن مطر بن شمي الكتبي يتقدم على المركز الثاني. أما المركز الثالث هناك شعار بن مصرح يتقدم، نشوة لمحمد بن سعيد بن مصرح الأحبابي على المركز الثالث. المركز الرابع اللي تتواجد فيه الظبي لسالم بن طبازه بن الدوده العامري. اما المركز الخامس وصل بالرملي وشعاره كذلك الظبي لسليم بالرملي بن محمد العامري وبالحلوس من الجانب الاخر في المركز السادس. الله يا سلام. المركز السادس هذه اللي وصلت، اللي هي زاهيه محمد بن عبيد بالحلوس العامري. المركز السابع، شوف المركز السابع وشعار سفير الاصاله الذيب سهيل بن سعيد بن محمد بن دنون العفاري. والمركز الثامنة هذه وصلت مشاهدي الاعزاء، اللي هي الوثبه لاحمد بن محمد العوضي المنهالي. والمركز العاشر من الجانب الآخر، يا سلام اللي تدخلت، هذه المركز العاشر، يا سلام. هذه وصلت الغزيل محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته في أرضية ميدان المرموم، في هذه الانطلاقات في شوطنا السابع عشر، في هذا الكم وهذا السيل من الحقائق تتصدرهن وتقودهن. صمت على المركز الأول محمد بن علي بن محمد المزروعي، غير بالرملي، انطلق بالرملي من احد اعضاء القطاع الجنوبي، اكيد انها بنت المتحد، الظبي اسمها، لسليم بالرملي بن محمد العامري. تقود مساري هذا الشوط، تقود انطلاقه هذا الشوط بدون اوامر، عرضها تلقائي. الشاعر بن مصلح نشوه محمد بن سعيد بن مصلح الاحبابي على المركز الثاني، شوف هذا التجمع، تواصلت الأسماء، تقدمت الأسماء، وصلت مشاهدي الأعزاء وعادت زاهية، زاهية مشاهدي الأعزاء، محمد بن عبيد بالحلوس العامري. ولكن شوف اللي غيرت، شوف اللي بدلت، نجوى عبد الله بن خليفة بن عنتر الغفلي تتقدم على المركز الأول. راحت نجوى، قلبت موازين الشوط بالرغم أن التنافس وارد، وهناك وصلت ثواني في الثواني الأخيرة. سالم بن يمعة بن مانع الغويص السويدي على المركز الأول، راح الغويص، راح يبغي يسلم على أهالي الرفاعة، على المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، ثواني على المركز الأول، ثواني انطلقت على المقدمة. سالم بن يمعة بن مانع الغويص، سلام للشارع للشاعر، سلام للشاعر يمعة بن مانع الغويص على هذا الفوز. الله، سلام لأهالي الرفاعة. هذه ثواني لسالم بن مانع الغويص، تهانينا على الفوز والناموس. المركز الثاني وصلت في نجوى لعبد الله بن خليفة بن عنتر الغفلي. والمركز الثالث، وصلت في شواهين لحمد بالعصري بالحب العامري. والمركز الرابع، شفتوها الرابع، نعم هذه اللي هي
لمبارك بن ناصر بوقبي المنصوري، والخامسة وصلت مشاهدينا الأعزاء اللي هي الذيبة في السهيل بن سعيد بن محمد بن دنون العفاري. هكذا النتيجة، تهانينا وناموس على هذا الفوز وعلى هذا الإبداع في هذا الشوط، قدمت أداء جميل وانطلاق رائع في الأمتار الأخيرة في توقيت زمني مقداره 4 دقائق 40 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. مشكور يا شاعر يمعة بن مانع الغويص، تهانينا سالم بن يمعة بن مانع الغويص على فوز ثواني. وسالم بن مانع الغويص صباح الخير يا أهل الرفاعة، بينما المركز الثاني 4 دقائق 42 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية اللي قدمت هذا الأداء الجميل نجوى ومالك عبد الله بن خليفة بن عنتر الغفلي. المركز الثالث 4 دقائق و43 ثانية وجزء واحد من الثانية شواهين لحمد بالعصري بالحب العامري. هكذا كانت النتيجة للثلاث المراكز، تهانينا والناموس للجميع.